اني نفسيتي انصبت مرض كأس، مرض سرطان، مرض سرطان، مرض سرطان. السلام عليكم أعزائي المتابعين، احنا اليوم في رحاب أو مرقد الإمامين أو السيدين، هما محمد وعلي أولاد الإمام الرضا عليه السلام. وإجوا يمن المن إجوا يزورون، إجوا يزورون جدهم علي بن أبي طالب، وشافوهم أطفال، انظر أطفال، هذا محمد عمره 13 سنة وعلي عمره 11 سنة، رغم هم يزقون العلم زقة، فذولا عمره 11 سنة و13 سنة قيس، وجابوهم من قطاع الطرق وجابوهم في هذا المكان وقتلوهم. وهما سيدان جليلان فاضلان، أي. عرفوا بالأدب والصلاح، نعم. قتلوا بيد قطاع الطرق بعد زيارتهما لجدهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، السلام. نعم. وأقبروا في هذا المكان، نعم، الشريف. يقول سلطان العلماء: وقفت على قبريهما في سنة 1368 هجرية في جنوب مدينة النجف الأشرف، وعليه بناية قديمة ويعرفان بالسيدين محمد التقي والسيد علي النقي بأولاد الإمام الرضا عليه السلام. السلام عليك يا بابا. يا أبوهم، أبوهم أبو جعفر محمد الأشقر النازوك، نعم. جدهم عبد الله سكنت مقابر قريش في بغداد، نعم. أبو جدهم أبو الحسن علي الأشقر نقيب بغداد، جعفر التواب، الإمام علي الهادي، الإمام محمد الجواد، الإمام علي الرضا، الرضا عليه السلام، والإمام موسى الكاظم، السيد ومولاي الكاظم. آني نفسيتي انصبت مرض كأس، مرض سرطان، تضخم بالقلب نتيجة لسرطان الدم عن طريق الدكتور مختبر الخفاجي، دكتور يوسف الخفاجي، بعد احسن من ماكو مثل هذا الطبيب. جيت مناك صحت لاطفالي، قلت لهم بويا انتم اليوم نخولي، نخولي وحقهم وابوهم وجدهم. خلال خمس دقائق اشوف بروده طبت بجسمي، ثاني يوم رجعت ليوسف الخفاجي سوالي تحليل، قال لا بويا معده عندك اللي براك تطوح باب الباك، ما عندك تضخم. قلت له هذا شو يقول؟ قال هذا يقول تضخم وسرطان. قلت له وهذا؟ قال وين رحت؟ قلت له الدكتور. قال دكتور يا دكتور؟ قلت له اولاد الامام الرضا. كان قاعد قام الدكتور وقال إيه نعم هم ذول أهل الدين. اجت مرة والمرة مدرسة وعمرها يعني على وشك الانتهاء، بعد ما يصير عندها أطفال نهائيا، مدرسة بنتي ما يصير عندها أطفال، وزوجها يريد مرة ياخذ عليها، ليش؟ لأن حقه يريد بزر، يريد هذا أطفال، يريد شيء. فقالت له بنتي، وبنتي قالت لها للمدرسة: ست أبوي إذا أعطى بيرة وتربى منها أولاد الرضا، أبوي ما أبي أولاد الرضا يطونه. فأني وديت لهاي المرة بيرة وتربة وسبحت بي، خلال شهرين أو أكثر من شهرين حبلت وجابت وليد، وجابت وليد واجت لهنا للمرقد الشريف، وهذا الوليد اخر شيء عندها بعد ما يصير عندها اطفال.